ثقافة الشطر تختلف عن ثقافة القصيدة، وفي الحلقة هذه الجمهور بدأ يفهم الفرق بين الشطر وبين القصيدة. القصيدة ممكن تخسر أشياء وتعوضها بأشياء، بس الشطر هذا ما فيه تعويض، ما فيه خسارة، بتخسر ما تقدر تعوض. فهم فهموا أنهم يضغطون أفكارهم في الشطر عشان يحصلون على 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 نتائج. احنا يعني في نهاية الأمر احنا لجنة تحكيم، ونعرف أن التحكيم في كل التحكيم في الشعر وأي شيء فيه فصل هو في النهاية لن يرضي الناس كلهم، لكن هي تجربة أنت مستفيد منها. في النهاية احنا ما خسرناك شيء، أنت المشارك، احنا ما خسرناك شيء، ما سحبناك من بيتك وركبت طيارة وحولت وتمرمطت ورحت وجيت وسكنت في وتيل وخسرت وجيت ومسكت طابور ووقفت قدام لجنة وهزأوك ورهقوك وتعبوك. بالعكس، أنت في سيارتك أو في بيتك أو في استراحتك أو عند ابنك أو مسافر أو في أوتيلك أو في البحر أرسلت شطر، نجح نجح، ما نجح استفد من المشاركة. ليش أنت ما فزت؟ أكيد في خطأ، عليك أن تراجع نفسك وتستفيد من الخطأ هذا.